السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأفاضل، تحية رياضية طيبة، مرحبا بالجميع إلى هذا الفضاء الأثيري. أصداء الملاعب وإن كان لم تعد بشكل تام عبر المنافسات، لكن تبقى المتابعة لإذاعة سعيدة لمختلف الأندية والجمعيات طيلة هذه الفترة من خلال عديد البرامج المقترحة، كافي سبورت، ستوديو الرياضة، وأصداء الملاعب، وحتى الأجندة الرياضية. الحديث يتواصل لمعرفة جديد الأسرة المحلية. وضمن هذا الفضاء نسعد اليوم بوجود هداف تاريخي لفريق مولودية سعيدة لكرة القدم، مازال قيدوما مواصلا للاجتهاد والعمل والتهديف خلال هذه الفترة، وهو المتألق في سنوات ماضية. أكيد أنكم عرفتموه، شيخ حميدي ضيف برنامج أصداء الملاعب، مرحبا وأهلا بك معنا في هذا البلاتو. مرحبا بكم كما نقولوا في الإذاعة تاع سعيدة، رانا جينا عندكم ان شاء الله نكونوا خفاف عليكم ان شاء الله. اكيد في هذه الجلسه طبعا التي ستكون جلسه خفيفه ظريفه، سنتحدث عن مشوار هذا اللاعب الانيق المتالق الذي جاب وجال عديد الملاعب، سواء مع فريق مولودية سعيدة او مع انديه وطنيه حتى المنتخب الجزائري. ويرافقنا في هذه الدردشه مثل ما تعودتم زميلنا النشيط عبدو كوبيش عبد الفتاح محمد بوكعبان من يومية 90 دقيقة، هو كذلك رياضي ولاعب، ليس في مستوى شيخ حميدي لكن على الأقل متميز، لاعب كبير في الحقل الرياضي على الأقل المحلي وفي حقل الإعلام كذلك. شكرك زميلي سامير، ونحيو جميع المتابعين على صفحة إذاعة سعيدة أو عبر الأثير، ونتمنى لهم متابعة طيبة مع مسيرة طبعا الشيخ شاء. عبر الصفحة الرسمية للموقع الفيسبوك لإذاعة سعيدة يمكن أن تتابعوا كذلك هذا البرنامج على المباشر الذي يخدمنا من خلاله زميل ياسين في الهندسة الصوتية والزميلة زينة في الإخراج والمراقبة. شيخ أجدد التحية والترحيب. طبعا لن أتحدث عن شيخ حميدي لمعرفة أو التعريف به كاسم، لكن أول سؤال يتبادر للذهن أنه السر وراء تألق حميدي شيخ مازال الله يبارك يعني موجود فوق أرضية الميدان، مازال هداف، مازال يعرف طريق الشباك، ما نقولوش تقدم السن لأنك مازلت شاب، ربما السمة والخاصية أنك يعني برست صغير، هذا اللي ساعدتك أكثر، ولكن يبقى أنه شيخ حميدي متميز في التموقع، متميز في مثل ما يقال أنه يبقى دائما يعرف طريق التهديف، فما هي الخلطة اللي حافظ عليها شيخ حميدي حتى يبقى في هذا المستوى؟ كما تشوف السر هذا تاع كما راك تقول تاع التهديف، حنا ما كنا صغار ويمدينا كما نقول المشوار تاع الشيخ حميدي، انا ما كنتش نلعب كمهاجم، كنت نلعب كصانع العاب، وكنت نلعب في مهاجم ايمن، وين كنت من سر اخر ما سر يعني. وين كنت فت عند الشيوخ تاعنا اللي كانوا عطاونا كما نقولوا ابجديه تاع كره القدم، وين تعلمنا منهم، وين كانت نذكر حتى الاسماء هذو اللي مريت منهم في التنايا يعني. كما نقولوا في الاستذكار لهذا في كما نقولوا في الكاتيجوري جان قال فت عند الشيوخ تاعنا تاع ولد الشيخ الكبير والقادر سعيد عمار عبد السي كريم عمارة والشيخ كاسوار، وين كنت عندهم في الكاتيجوري في كما نقولوا في البنجاما فئه الكتاكيت صحيح. انا ما كنتش في لاباز، لاباز انا فوتها عند هاد الشيوخه، وان كان لي شهر كما نقولوا نحيوهم، وبعد انا فت عند الشيخ بالبحري اللاعب الكبير وقادر غزال الاسمر، ونحيوه بالمناسبه كما نقولوا بزاف فت على اللي شيوخه تاعنا اللي تعلمنا منهم. في القديم المدربين كانوا يعرفوا يمنحوا هدايا، صح، أو دراجة تحفيز، دراجة هوائية أيضا تساعده في ممارسة، يعني ممكن أنها كانت هي كانت تحفيز، والدراجة أيضا دراجة أيضا تساهم في الرياضة وفي اللياقة. شوف حاليا يكرموهم بوسائل إلكترونية ولا تم يزيد يحطمه مريح في بلاصته ويلعب، هي المهم يكون مهم تحفيز، يعني هدف شيخ يعني ربما بامتياز بالفطرة، وهذا يعني الدليل أنه عندما يكون العمل القاعدي والعناية بالموهبة أكيد أنه ممكن يعني نشوفه لاعب مستقبلي، والله يعني الأساس هي القاعدة يعني حتى باش نكونوا صراحة. والله سامير هي في تلك الفترة مولودية سعيدة كانت غنية بشبان تاعها، فئة شبانية كتقدم
ومازال تقدم لحد الساعة. لكن عندما تحدث على الشيخ حميدي كان كمنصب مهاجم صريح، كان يسجل في الموسم يسجل كثير، وأيضا اللاعب اللي كان بجنبه حمدون تاني أيضا كان يسجل كثير، مفارقة عند تلقى لاعبين في زوج يقدموا. ولحد الساعة تشوف الموسم الماضي كنا في كما نقولوا موسم صعب، وين كان الشيخ حميدي يلعب كجوكر كما نقولوا، وكان هو الهداف، سجلت من أهداف البطولة رغم أنه الكثير من اللقاءات ما لعبهاش. نعم. سنتحدث عن ذلك، لكن الأبرز بالنسبة لهذه التفاصيل تأكد أنه العمل القاعدي مثل ما قلنا كان يعني في المستوى. والله سمير هو هنا هو أمام الميكروفون هو يعطينا السر، لأن رانا نشوفوا هذه الفجوة، رانا نشوفوا في هذه الفجوة عندما تشوف تشوف حاليا البطولة الوطنية، تشوف لاعبين كبار مثل الشيخ حميدي مثل مترف حسين، لاعبين أبوا الاعتزال وراهم مازالوا يقدموا في كرة القدم وراهم ينافسوا في الشباب، هنا السر يكمن عندهم وهما يحمدون عليه. مازال شاب على كلين، ولكن السر خاصة أنه منصب تاعك منصب حساس. لا كما قلت أنت المنصب تاعي حساس، وفي الوقت الحالي ماش لا يوجد مهاجمين صراحة. يعني قليل باش تصيب مهاجم بهذه الخاصية. نعطيك ثاني السر، كان كنت ملقب به عند الشيخ الكبير والحاج السعيد عمارة اللي نحيوه بالمناسبة ونتمنوا له الشفاء، رمز الكرة الجزائرية. كان يتكلم عليا كثير، كان يقول لهم هذا مهاجم يشبه مهاجم منتخب ألماني وهداف المنتخب الألماني وهداف غارد ميلر، ودي شرف كبير باش نتلقى بهذا الاسم. ذكر انه الشيخ سعيد عمارة يشبه غارد ميلر، ونولي الفئة الشبانية كان يسميك فيها بهذا، في الفئة الشبانية كنت التمركز امام المرمى كنت الحمد لله. وهذا دليل انه المتابعة بالنسبة لسواء مسيري الفريق الاول او حتى المدربين الفئة الاكابر يتابعوا المواهب الشبانية في الصغر، يعني يعطيهم توجيهات ويحس اللاعب انه دائما تحت المتابعة تحت هذا يخليه دائما يخدم اكثر. الثاني اللي كانوا مسيرين على راس الفريق الوقت اللي كنت فيه انا مع فئه الشبانيه، كانوا الناس يعرفوا كره القدم، كانوا الناس كيش نقول لك كانوا يحوسوا المواهب، كانوا يوقفوا معاها، كانوا كثير من الاسماء اللي مرت يعني في الفئه الشبانيه اللي مثلا حتى انه اليوم نذكروا بعض الاسماء اللي غادرتنا، الشيخ بختاوي يعني بعض الاسماء يعني المرحومين، يعني فيه دقدق فيه حتى بعناني خليفه اللي نحيوه هو كاسم يعني شيخ من المشايخ، فيه الكثير من الاسماء، فقط يعني نفتح قوس حتى نحيي الجميع لانه فعلا الناس كانت تعمل بقلوبها يعني كانت تعرف الانتقاء الموهبة. كانوا يوجهوا كما نقولوا اللاعبين، كان عندهم مستوى، كانوا يعرفوا وقتاش يوظفوهم، كانوا يعرفوا وقتاش ينصحوهم، وحنا ثاني تبعنا النصائح تاعهم والحمد لله تلي ولينا دركا رانا معاهم الحمد لله يعني الحمد لله في المسيرة. ونقدر نقول لك يعني في المستوى تاع البطوله الحالي تقدر تلعب سنوات وسنوات اخرى، يعني لانه البعض كل مره يقول بلي حميدي الموسم الاخير، والدليل انه نقولها ممكن انت تتحدث عليها اكثر لما تشوف المنافسه. ويوم الايام عمار عمور كان تحدث للوسائل الاعلام وقبل حتى النجم الاخضر باللومي، قال يعني وقتاش تعتزل؟ قال لما نصيب يعني نفسي غير موجود فوق ارضيه الميدان، مازال ما لقاش اللي ينافسني. وهذا دليل انه ما نقولوش ما كانش اللي ينافسك في هذا المنصب، ولكن انه الخاصيه اللي موجود فيها الشيخ حميدي قليل اللي يمتاز بها، تمركز الوضعيه الصحيحه، الارتقاء، يعني الذكاء في اللعب، وهذه يعني مش مجامله، يعني الارقام راح تتحدث. سمير كما تفضلت وذكرت عديد اسماء مدربين مدرسه مولديان، راه توصلني رسائل هنا من عبد الكريم جاري هو ايضا صح. مناصر جمعية وهران نحيوه، ذكرني بالحاج حمد بختاوي هو جاري في حي كاسطور، وايضا الحاج حمد والله الله يرحمه عندما كان حي كان يتحدث لنا على مسيرته مع مولدية سعيدة، كان له فترة من فترات اخذ فريق الاشبال تاع مولدية سعيدة، اخذه لمدينة فرنسا في باريس، وين لعبوا دورة كروية تما، وكانوا جميع عديد اللاعبين. عندنا ايضا جارنا عادم عبد الكريم كان من بين اللاعبين اللي حصل لهم شرف ولعب في البارك دي برانس، وحد الان كيحدثنا كيلقى ولده اللي هو صديقنا يقول انت والوالد تاعك دانا فرنسا، زعما كالتمره. كما قلت كاين تحفيز كبير، يشوفوا اللاعبين يعطوهم من وقتهم، يوجهوهم، يحرص معاه حتى في دراسته حتى في التربيه تاعه، حتى في متابعه يعني في كل التفاصيل. شيخ يعني نذكروا انه مسيرته ما كانتش فقط في مولديه سعيد، والدليل انه هذا اللاعب
يعني راح نذكروا عدد من الأندية اللي رحت لها، ممكن أنه كسرت واحد القاعدة، كانت في بعض المفاهيم يقول لك أنه لاعب ينجح مع فريق لا ينجح مع فريق الذي أخرى. نعم. ولكن كسرت هذه القاعدة، كنت هداف يعني في كل الفرق اللي رحت لها، وصحيح بتقارب الأرقام أو ربما في بعض التفاصيل، لكن شوفوا أندية كبيرة مثلا من مولدية سعيدة إلى اتحاد عنابة، بعد ذلك يعني عدد من أندية اتحاد العاصمة حتى اتحاد البوليدة، كل هذه الفترة يعني في جمعية شلف حتى جمعية وهران، كل يعني ودورت كثير يعني دورت كثير كما نقول. أنا كنت كما نقولوا الخروج تاعي من فريق مولدية سعيدة ما كانش بالإرادة تاعي، وين كنت بزاف ناس ما على بالهمش كي درت ظروف كي درت غادرت تاع بالك. اليوم نقول انا الوقت اللي رحت فيه من مولد سعيده ما كانتش الرغبه تاعي باش نروح في 2006 2008 ما كانتش الرغبه تاعي الفتره تاعي تاع من قدينا موسم بعد 2007 يعني صحيح 2007 2008 مستوى متميز 2007 2008 كان موسم القسم الاول وادينا موسم في المستوى وين كان لي شرف كنت هداف ثاني هداف بعد المرحوم ترحموا عليه اللي تمر عليه 6 سنوات من اللي توفى ربي يرحمه ويوسع عليه رحمه عليه لاعب كنت هداف نبيل الحماني كنت هداف فريق مولدية سعيدة وكنت هداف القسم الثاني في موسم 2006 2007 2006 مع فريق مولدية سعيدة ولنا حققنا الصعود هذاك الموسم كنت سجلت اكثر من 23 هدف والموسم الموالي مع في القسم الاول وين سجلت 17 هدف وكنت ثاني هداف مع بعد حمال بعد بهدف واحد وهو كان سجل بالك جوزك في سعيدة تسعة ضربة جزاء وانا ولا ضربة جزاء سجلتها هذه هي اللي هذا هو اللي كان سجل على ما اظن ضربة جزاء الاخيرة في المباراة اللي سجلت فيها انت وسوكار سجلت رأسية جميلة في اللقاء المثير انا في تلك الفترة طبعا وتمك غادرت الفريق ماشي بالإرادة تاعي وين كان المسيرين كانوا سيبون كانوا كملوا ما كانوش باغي ما عندهمش رغبة باش يزيدوا في الفريق وين كانوا معظم اللاعبين زملاء توعي كانوا غادروا الفريق وكنت أنا الأخير في الفريق اللي غادر ورحت الاتحاد عنابة وين قديت معهم 6 أشهر ما سجلت فيها كنت عندي ظروف تما وين صار لي مشكل مع المدرب اتذكر انه رئيس فريق انا ذاك يعني الرئيس ما لا في 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 اتحاد عنابة كان حاب يديك باي مبلغ يعني ممكن لانه يعني كانت نفس فيها عدد الانديه كانت عدد الانديه وين كان هو كما نقولوا فاز بالصفقه تاعي قال اني مستعد ان ابلغ اي ان ادفع اي مبلغ المهم انه حميد الشيخ كانت حديث ساعه وين نحيوا الناس وفريق اتحاد عنابة وعلى راسهم الرئيس من النادي وإن كان لي شرف ولعبت عندهم 6 أشهر قديت فيها 6 أشهر كما نقول ممتازة ونسجلت حوالي 7 أهداف مرحلة الذهاب فقط ومن بعد صار لي مشكل مع المدرب افتيسان والمساعد تاعه لونيسي خالد لونيسي وكان لازم عليا نغادر وإن حبوا يكسروا المسيرة تاعي وأنا درت الاختيار تاعي لفريق اتحاد العاصمة وان تفهموا الوضع تاعي وجابوا لي اوراق التسريح تاعي كان مليء بالنجوم في تلك الفترة كان مليء بالنجوم وان جيت لعبت مرحلة العودة وان المقابلة تاعي الاولى كانت مع الديربي مع الفريق الجار مولية الجزائر وان سجلت هدفين كذلك تلعب الديربي عندك شعور خاص كي تلعب الديربي كما نقولوا شعور خاص وان تماك كما نقولوا سجلت فيه يعني سجلت فيه وديت كما نقولوا لا كونفيونس وين وليت الواجهه وكملت هذاك الموسم ثاني هداف في القسم الثاني القسم الاول وين سجلت 13 هدف في موسم صعب في موسم صعب مع صح تسجل في موسم فريقين طبعا سجلت تبدأها بلقاء كبير ديربي يعني رغم ضغوطات ديربي العاصمي هو كان البوابه سجلت في كل ديربي سجلت فيهم وانت ما كان وليت محبوب الانصار تاع اتحاد العاصمه وين بعد على كل اتحاد العاصمه الانصار وهذه معروفه في لقاءات الديربي انك تفوز على الجار كي تفوز على الجار تاخذ البطوله تاخذ البطوله لهذا كنت محبوب كي سجلت الاهداف الديربيات وليت محبوب الانصار ونحيوهم ونشكرهم ونشكروا المسيرين اللي فتح ليهم والزملاء التوعية تحدثنا يعني بنوع من التفصيل بالنسبة لمسيرة اتحاد العاصمة اللي هي كانت الأبرز ويعني وكانت فيه عدد من الأندية اللي لعبت فيها مثل ما جمعية وهران اتحاد البوليدة جمعية شلف
وينسبت يعني أنه شيخ حميدي بعد مولدية سعيدة طبعا، لأنه الفريق الأول بالنسبة لك كان أكثر طموح وأكثر ربما كان قادر يحقق أكثر من الألقاب. المرحلة تاعي بعد سعيدة اللي كانت مليحة هي فريق إتحاد العظيم، أو قديت فيها 3 سنوات منطقية، وسجلت يعني أكثر من 30 هدف. العام الموالي تاع الموسم الثاني تاعي مع إتحاد العظيمة، وكنت هداف الفريق وهداف البطولة. كنت متساوي الأهداف مع الحاج بوغاشني نحيوه، كان مع فريق مولدية العاصمة، وين هذاك العام هما داو البطولة ودا هو تاني أحسن هدف بفريق زعمك، هما داو البطولة وين أفضلية راحت للحاج بوغاش. إذا مسيرة حافلة عبدو، ويعني شيخ حميدي والله نموذج للاعب المثابر، لأنه عندما تسمع أنه يقول لك حميدي شيخ لم أنه صنع اسم حتى خارج سعيدة، ويكون من الأوائل اللي التحقوا بالتدريبات، الانقطاعات مع الفريق مكاش، الجانب الانضباطي يعني موجود، رغم أنه حميدي شيخ بين قوسين كان عليه نوع من الضغوطات بحكم أنه ابن الفريق، نجم الأول في الفريق يعني منذ فترة، ابن الفريق فيها أنه أحيانا خجول يعني لما يكون مع المناصرين في بعض اللي يفرض عليه بعض الضغوطات هذه هي والله خلت الشيخ يتميز يعني. سمير كما تفضلت، حميدي كما نقولوا مسيرة تاعه تتحدث عليه هو أولا قبل كل شيء. ثانيا بخصوص الأمر اللي تحدث عليه المقاطعة، هي اللي قلنا نصفه جميع اللاعبين، جميع لاعبين مولدية سعيدة وخريجي مدرسة مولدية سعيدة ما كانوش يقاطعوا عندما يقاطعوا اللاعبين الاخرين اللي هما ايضا نحيوهم بالمناسبه ويتضرر يعني. هذا جانب، هذا جانب، جانب خاص شخصي نعطوه الحق بالنسبه للاعب عندما يكون في، لكن لاعبين تاعنا كما نفكرك زميلي سمير عندما لعبوا الموسم الماضي في مباراه البطوله بتيارت امام الجار غالي معسكر، وين كان حديث المناصرين ان كل كي تدخل مواقع التواصل الاجتماعي تلقى حديث مناصر ان الشيخ حميدي لم يتوجه الى تياريت لاعب مباراه. هو كان في الولايه يتحدثوا على وضعيه مولديه سعيده، من ثم انا كنت حاضر، خرج مباشره بسيارته الخاصه والتحق بالفريق ولعب مباراه مع الفريق الامل. يعني حتى ما يسرقناش الوقت، لانه كان ربما تساؤل مهم بالنسبه لانصار مولديه سعيده. الشيخ حميدي طرق ابواب المنتخب الوطني من بوابه شيخ رابح سعدان في فترة اللي كان رابح سعدان يحاول أنه يجمع أفضل لاعبين في البطولة، كان ركز عليك يعني لست الوحيد في تلك الفترة من مولدية سعيدة، وقال أني خاصة أنت واللاعب محمد سوغار في ذلك الفترة اللي كان كذلك متألق. تصريحات معروفة وتلفزيونية في تلك الفترة، قال أني ننصح شيخ حميدي بالبقاء في مولدية سعيدة. يعني هل ظن أنه عامل لا استقرار لأنك جولت، وإن كان هذه المسيرة كانت ربما زادتك خبرة وكذا، أنه هذا من جهة أخرى أثر عليك كلاعب ممكن مستقر وتكون في المنتخب الوطني تأخذ فرص أخرى بعد ما أخذت؟ هي صح إنه كما تكلم عليها الشيخ سعيد عمارة واللي نحيه بالمناسبة ذاك الوقت في الفريق الوطني، وإن كان أنا بغيت إن الاستقرار، قلت لك الظروف هي اللي خلت الفريق، كان معظم اللاعبين كانوا غادروا الفريق، والمسيرين كانوا ثاني كما نقولوا غادروا الفريق، كانت الفريق كان الوحيد اللي كنت انا الوحيد اللي بقيت ما بلا ما يعني طموح في المنتخب الوطني، كنت حاسس انك توصل اكثر يعني مما انا صح كانت الطموح تاعي باش نكون في المستوى التطلعات تاع الجمهور، وكان لازم عليا ثاني باش نكون في فريق اللي يعطيني باش نزيد نبرز، خيرت اتحاد العنابه. وكما قلت لك هذه هي كل الفترة اللي كنت فيها في المنتخب الوطني كان كذلك هو خارج من مرحلة إعادة هيكلة وإعادة تجديد، هذا عامل تشوفها كذلك ربما الفريق كان في التجديد، وكنت الوحيد أنا والحراس اللي في المحليين باسم المحليين، كنت أنا الوحيد اللاعب الوحيد في المستوى البطولة الوطنية، نظرة أخرى لربح سعدان أنه يشوف لاعبين من البطولات الأجنبية، كنت انت فقط مع انا فقط من اللاعب المحلي والحراس الثلاث اللي كانوا معايا، كان انا ذا كان شاوشي كان قواوي كان اسرين والشيخ حميدي اللي كان في البطوله الوطنيه. وتحس انه بين قوسين يعني ما لم تاخذ حقك كما ينبغي في المنتخب، يعني من ناحيه الفرص مثلا شيء ما ديش حقي، قلت لك الاستقرار هو اللي ما خلانيش نكمل، وين انا تمنيت نبقى في الفريق تاعي باسكو كان عندي طموحات مع الفريق الوطني باش نزيد نحسن المستوى تاعي، وكما قال لك الظروف هي اللي خلنا الحمد لله. تفكيرك في الاحتراف يعني عبدو ممكن يشاركنا الحوار حتى ما نحتاجش انا الميكروفون، لانه شيخ حميدي ضيف عزيز وانا بكل صراحه يعني
نعزه كلاعب يعني محترم ونقولها بكل صراحه. نموذج النقطه اللي تكلمت عليها انا تاع الاحتراف، كانوا عندي عروض في الاحتراف، شاءت الاقدار كان الوقت اللي كنت فيه انا ما كانش كما نقولوا لي ميديا كما نقولوا لا كانت الصحافه ما كانش كاينه باش نبرز والحمد لله انا راضي بالمشوار تاعي اللي خديته وراضي بالشيء اللي قدمته للفريق تاعي هو فريق القلب كما نقولوا ما بخلتش عليه في اكيد والحمد لله يا ربي. سمير بالمناسبه ما نعودش للاحتكار اللي تكلمت عليه، هي موضوع شيق وانت تعرف مسيره تاع اللاعب اكثر مني، كان لك فتره مرافقه ايضا من فئه الشبان يعني نعقل لها غير في المواسم اللي قدها. والله كنا احنا شبان نعرفوا شيخ حميدي انه كان معروف هو من الفريق الاسعير شيخ حميدي معروف في وهذه قليل والله سمير انا الشيء الذي اثار انتباهي كما نقولوا احنا كي تشوف واحد كيما الشيخ حميدي او لاعبين كاع في البطوله الوطنيه الثانيه او الاولى دائما يقولوا لك باللي اللاعب في البطوله المحترفه سهل وما سهل انك تسجل عدد من الاهداف كي يكونوا معك لاعبين متميزين، لكن الامر ملاحظ ان الشيخ حميدي عندما ما رجعش لمولدية سعيده قضى نصف موسم مع الفريق الثاني في مولدية سعيده هو مولدية الحساسنة لينشط في درجه الهوات، وفي تلك في ذلك الموسم في درجه الهوات سجل اكثر من 30 هدف 35 هدف كان في درجه الهوات كان رجع للمشككين قالوا ان الشيخ حميدي نولي لك هذا الموضوع هذا انا هي اسمح لي سمير اسمح لي الشيخ هي معروفه بطوله الهوات عندها خصوصيات صح صح لا من ناحيه صعب باش تندمج فيها صعب باش تندمج نعم نولي الموضوع تاع كما قال الاخ عبدو الفريق اللي فت فيه تاع فريق مدير حساسنا اللي نحييهم بالمناسبه هكا حيوهم تحيتنا للجميع. المرحله ديك قررت باش نعاود العوده للفريق تاعي مولدية سعيده ولقيت صعوبات كانوا مشككين صعوبات كانوا مشككين على كانوا بزاف متعارضين رد يعني اكيد الارقام اللي تحدث يعني خيرت قلت انا كما هادو المشككين رحت للفريق تاع مولدية سعيده وين تكلمت مع الشيخ قاضي الشيخ اللي نحيو بالمناسبه ونتمنوا له الشفاء على عجل تحيتنا ليه وين قال لي ما مرحبا بك وفريق تاعك في مولدية الحساسنة وين كان لي شرف لعبت معهم موسم وين قديت فيه موسم جميل رديت كما نقولوا الرد فوق الميدان للمشككين اللي كانوا على راس الفريق مولدية سعيده وين سجلت حوالي 35 هدف وكنت هداف خاصة في بطولة الهوات في كل ثلاثة قطر وطني كنت هداف بطولة الهوات هذا يعني ربما غايض من فايض مثل ما يقال يعني الشيخ حميدي مسيرة كانت ربما تكون أبرز وربما كانت فرص أخرى مع الاحتراف مثل قلت مع وسائل الإعلام اللي كانت في تلك الفترة كانت ما كانتش كاينة ما كانتش كثيرة بالشكل اللي نشوفه في اليوم الجرائم يعني ولعبت مع كذلك العدد من النجوم سواء في مولدية سعيدة لأنك أنت مخضرم جمعت بين جيلين مع جيل لأبرز الأسماء اللي مرت ولعبت معه مثلا اللاعب محمد فاطمة راح نذكر هذا الاسم لأنه لما نتحدثوا عن مهاجم نتحدثوا عن صناع اللعب أو صناع الفرص مثل ما يسمونه كانوا لاعبين ممتازين صح ومن بعد لعبت مع الموريتاني سيد محمد التقيدي ومحمد سوغار كان رفيقك والكثير من الأسماء حتى يعني مرسال محمد حمدود درار كروم يعني من الأسماء شكون اللي تحس باللي عنده ربما واحد القدره في 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 التاقلم تاع حميدي الشيخ مع كل المناصب كمدرب سواء كمدرب اللي يعرف كيفاش يستغل حميدي الشيخ شكون اللاعب اللي كنت تجد اكثر راحه عندما يكون جنبك يعني اللاعبين المدربين ولا مدوب اللاعبين يلا معليش اللاعبين كانوا كل كما نقولوا كنت نلقى كما نقولوا راحتي معهم باسكو انا كنت مهاجم صريح انا نعرف التمركز واللي الفتره اللي قضيت فيها زعما كما نقولوا احلى ايام موسم الصعود مع فريق المتهاوي كان بجانب اللاعب محمد سوغار والموسم الثاني تاع القسم الاول احتراف معنا مع الفريق مولدية سعيدة كان ولد سيد احمد ولد تيكيدي واللي نحيوه بالمناسبه كان فعلا فنان ويسهل لكم المأمورية كان هو صانع الكرات في كل وضعيات وين ظاهر هذا اللاعب وين كوننا ثلاثي كما كانوا يتكلموا على ثلاثي الرعب
لما يكون عندك توليه كان يسموه التوليه كان فيك فتره عند اقل مولديه تعيده كانت تستحق كاس الجزائر نعم. كانت تستحق وين راحت لنا في الربع النهائي بعد ضربات ترجيح على كل الوقت يعني اقترب من النهايه والحديث شيق مع شيخ ان شاء الله ما يكونش اخر عدد ان شاء الله ان شاء الله رانا هنا يعني كاين ربما اخر سؤال قبل ما نروح ربما لك نعرف العلاقة بك مع الوالدة اللي نحيوها بالنسبة وانا يخبرني شقيق تاعك انه عندما نكون نعلق على المباراة ونذكر الشيخ حميدي وكذا تابعني وهذا يشرفنا يعني شرفنا اننا نوصلوا الصدى تاع اللاعبين حتى سر ان العلاقة يقولوا لي متميزة جدا مع الوالدة الكريمة نحيوها بالمناسبة ونتمنى لها الشفاء العاجل ان شاء الله يا رب والوالدة نقول لك واحد السر ليك انت كل ما تسمع في الإداء سامي القدوري تقول لي غادي تسجد كان توجور تسمع كنت في الخير صح وكما قلنا نتمنوا لها الشفاء العون تحياتنا لها وكل امهات مدام راضي عليك مدام دعوه الحمد لله يا رب الحمد لله تفضل عبدك اخر والله كاخر كلمه انا اللي يسعني حسيناش بالوقت يعني مولديه سعيده في الهجوم معروفه عندنا الشيخ بالبحري عندنا اللاعب سعيد عماره عندنا الشيخ حميد عندنا لطفي صحراوي عندنا لاعبين عندنا لطفي كذلك يعني في الجيل مازالت ولاد احنا نتمنوا ايضا في هذا الجيل السعاده انه يكون عماره او اي من اللاعبين يكون خالي من اللاعبين الكبار تفضل الشيخ ثاني باش نبلغوا تحياتنا للجمعيه تاعنا تاع وفعل الخير تضمن الإحسان وقوة في الخير كفاعل فيها كذلك ما تحدثناش على هذه النقطة معي راني كفاعل ورئيس جمعية وفعل الخير تضمن الإحسان نشكرهم نشكروا الشيخ صوان وكل أعضاء تاع الجمعية نشكروا لك يعني روحك كذلك التضامنية مع أيضا ما فوتوش هذه الفرصة نحيو الشيخ بالبحري وراه ولده آمين تعرض للإصابة هو كان لاعب سابق في صفوف مولدية وفي جمعية وهران ومقبل على إجراء عملية جراحية نتمنوا له الشفاء إن شاء الله الشفاء العاجل إن شاء الله ويعود ما شكرا الحديث كان شيق والوقت يعني مر بسرعة شيخ حميدي كان ضيف عزيز معنا اليوم في هذا البلاطو وزميلي كذلك عبد بوكعبان تحية ياسين الذي رفقنا تقنيا الزميلة زينة في الإخراج وهو سمير قدوري حييكم نلتقي بكم في الموعد المقبلة الربط مع القناة الأولى بعد قليل السلام عليكم